احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الأردن بعيد الغطاس في موقع معمودية السيد المسيح المغطس، وذلك بقداس إلهي ترأسه رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس، بحضور المونسنيور روبرتو كونا مدبر أعمال السفارة البابوية بعمان، والمطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن، والمطران ياسر العياش، ولفيفا من الأباء الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وبمشاركة وزيرة السياحة والأثار لينا عناب ومدير موقع المغطس الدكتور سليمان الفرجات، وعدد من سفراء دول معتمدين لدى الأردن وشخصيات رسمية وعامة، والألاف من المؤمنين من داخل المملكة وخارجها، والإخوة المهجرين واللاجئين من العراق وسوريا، وفرقا كشفية منظمة للاحتفال وجوقات ترانيم. رأيت ما رحب المطران اللحام بعظة القداس بجميع المؤمنين الذين جاءوا من كافة أنحاء المملكة وخارجها، وأضاف قائلا: أننا نحتفل اليوم بعيد الغطاس في ذات المكان الذي تعمد به السيد المسيح، وهذه نعمة كبيرة يجب أن نشكر الله عليها، فنحن نحتفل بمكان مقدس، مكان انطلاق بشرى المسيحية. أيها الإخوة، لا يمكن أن نفهم الإيمان المسيحي ولا الحياة المسيحية ما لم نفهم أولاً أن المسيحية مبنية على أساس المحبة هذه. ومن جهتها أشارت وزيرة السياحة والآثار في كلمة لها إلى قدسية المناسبة، وقالت: إننا في الأردن أسرة واحدة تجمعنا المحبة ويجمعنا السلام والاحترام لبعضنا بعضا، معبرة عن تمنياتها بأن تزدهر السياحة في المملكة وأن يأتي الجميع للتبرك وزيارة هذا الموقع المقدس. احنا اليوم نحتفل في هذا المكان الموجود في الأردن، في مكان معمودية سيدنا المسيح، مكان انطلاقة الديانة المسيحية وهي ديانة المحبة والسلام إلى العالم. فهذا مناسبة جدا، احنا يعني منقدرها وجدا مهمة لنا جميعا. طبعا كمان وجودنا اليوم هو يؤكد أننا أسرة أردنية واحدة متكافلة متضامنة متوحدة في حبنا للسلام وحبنا للخير، وإحنا اليوم جميعا مسلمين ومسيحيين نحتفل في هذه المناسبة المهمة والسعيدة. طبعا موقع المغطس كتير مهم، وياريت لو الكل يقدر يشوف الأعداد الآلاف الموجودة اليوم، وطبعا تؤكد أهمية هذا المكان
بأنه هذا الموقع، ونتوقع أن يكون هناك زيادة أكثر في خلال عام 2017. العالم اليوم يدرك أهمية هذا المكان ويدرك البركة الذي يمكن أن يأخذها من زيارة هذا المكان. فأنا من خلال منبر نورسات أدعو الجميع لزيارة هذا المكان الرائع. الآلاف من المؤمنين جاءوا حاجين إلى موقع المعمودية ليتباركوا من مياهه المقدسة، ورافعين الدعاء إلى الله من أجل أن يحل السلام في العالم أجمع، ومصلين من أجل الأردن وأمنه واستقراره.